السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة تغطياتنا المستمرة بشأن معركة طوفان الأقصى والعدوان الصهيوني على غزة، حيث نناقش في هذه الساعة إعلان الاحتلال تأجيل معركة الاجتياح البري للقطاع لحين وصول إمدادات عسكرية أمريكية جديدة، وهو بطبيعة الحال ما يفتح الباب للسؤال بشأن ما يسمى بمحور الممانعة الذي أعلن عدم تدخله في دعم غزة إلا إذا ثبت مشاركة الولايات المتحدة بشكل مباشر في هذه الحرب. سيكون معنا في هذه التغطية المستمرة عبر سكايب من نابلس أستاذ القانون الدولي الدكتور رائد بدوية. دكتور رائد، مرحبا بكم. مرحبا بك. وعبر سكايب من الضفة الغربية ننتظر الصحفي والمحلل السياسي محمد القيق، وأيضا سيكون عبر سكايب سيلتحق بنا من بيت لحم المحلل العسكري الفلسطيني يوسف شرقاوي. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل. إذن مشاهدينا الكرام، نجدد الترحيب بالأستاذ أستاذ القانون الدولي الدكتور رائد بدوية. أبدأ معكم دكتور رائد. الولايات المتحدة توزع مشروع قرار يدعم حق الاحتلال الإسرائيلي بالدفاع عن النفس. إذا كان المشروع مبني على حق الدفاع الشرعي، لماذا تغفل الولايات المتحدة حق الشعوب في المقاومة؟ يعني واضح أنه من مشروع القرار الأمريكي لمجلس الأمن الهدف الأساسي منه هو توفير غطاء سياسي وقانوني دولي للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، هذا من جانب. ومن جانب آخر أيضا توفير غطاء قانوني دولي لإجبار الدول لعدم التدخل في غزة، وعدم تحت ما يسمى عدم اتساع رقعة العنف في قطاع غزة أو في المناطق أو في الأراضي الفلسطينية. نعم. يعني كل الهدف منه هو ترجمة للسياسة الأمريكية حتى اللحظة من يوم الطوفان الأقصى اليوم، هي ترجمة للسياسة الأمريكية اللي نفذتها تجاه إسرائيل في دعمها لحملتها العسكرية واعتداءاتها على قطاع غزة. ولكن الولايات المتحدة أرادت أيضا أن توفر غطاء سياسي دولي تحت ما يسمى بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن. طيب، أجدد الترحاب بالأستاذ محمد القيق. أستاذ محمد، حياكم الله. يعني ليلة أمس تعد أعنف ليلة تمر على قطاع غزة بعد أن ضاعف الاحتلال نسبة قصفه ما يقارب 60%، طبعا بحسب مراقبين. أستاذ محمد، لكن مع ذلك، مع هذه النسبة الكبيرة، ضاعف عدد قصفه لمدينة غزة 60%، هل نجح في تحقيق هدفه أي الاحتلال بتهجير الأهالي أستاذ محمد؟ حتى اللحظة الأهالي قاموا بتحييد عدة ملفات. ملف التهجير تم تحييده لدى الأهالي. أهالي قطاع غزة لديهم تجربة في هذا القصف، وأيضا لديهم نظرة إلى ما حدث في أفغانستان وحدث في العراق وحدث في ليبيا وحدث في سوريا، فالتهجير لديهم هو القبر، وبالتالي الأقرب هو القبر في التراب. ولذلك ما جرى هو فشل جديد لنتنياهو. نتنياهو بهذا القصف العنيف يحاول أن يغطي على ثلاث ملفات. أول هذه الملفات هي الخطة العسكرية المفقودة للتعامل مع غزة، وإذا لاحظتم منذ اليوم الأول القصف عشوائي والقصف يطال المدنيين فقط لأنه يريد أن يوصل رسالة أنه يضرب بيد من حديد وأنه متكاتف مع الشارع الإسرائيلي وأنه يحاول الدعم. ثانيا، وهذا طبعا فشل ذريع، لأن إمكانيات المقاومة وما تعرضه من فيديوهات متزنة للجنود الأسرى وغيرها ومعادلات إخراج الرهائن وفصل المقاومة ما بين الرهائن أي الأجانب، يعني كلمة الرهائن تم تفكيكها لدى المقاومة وهي خطوة ذكية، نستطيع القول أنها خطوة ذكية أمنية سياسية بامتياز. نتنياهو استتر وراء كلمة رهائن ليحاول يغطي على الضربة العسكرية المؤلمة لجيشه.
الآن المقاومة تقول ومن قال لكم أن لدينا رهائن؟ لدينا نوعين، ناس أجانب بجنسيات هؤلاء تحرز عليهم بالمقاومون أثناء المعركة وسيعودون وفورة هدوء الأمور وبدأوا يعودون، وليس لدينا مقابل عليهم. يعني لو المقاومة تريد ابتزاز الدول الغربية لقالت إذا بدكم بسوي مقابل، مع ذلك وضعتهم تحت إطار أنه تم التحرز عليهم وهم ضيوف وسيعودون. أما المحارب المقاتل فهذا لدينا سيتم أسره، وهذا كان واضحا. على ما ارتد هذا؟ على الدعاية الإعلامية الغربية، فصلت رأي الشعوب عن نظرية ورواية نتنياهو، وكذلك انعكست على نتنياهو نفسه لأنه لم يعد لديه خيار أن يختبئ خلف قصة الرهائن ويبقى يقصف. الآن القصف هو سيستمر وسيزداد في الساعات والأيام القادمة بعنف. أما البري فمستبعد جدا، لأنه لا خطوة ولا خطوط ولا آليات للبري، لأنه يدرك جيدا حتى بالأمس وحتى اليوم الرشقات الصاروخية، الكمائن تنصب، طائرات الانتحارية، كل هذا يجري ولا زالت البنية التحتية للمقاومة قوية وجبهة الشمال منفتحة على العمل العسكري وبقوة. طيب. لذلك الآن أمامه فقط القصف، والقصف العنيف فشل في التهجير، فشل في تنقيل أهل القطاع من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال. طيب. وفشل في إرضاخ المقاومة، لأنه بعض الأطراف وتحت الطاولة بيضغطوا على المقاومة، طبعا أطراف عربية. نعم. هؤلاء اللي دموع التماسيح. نعم. دموع التماسيح بيضغطوا على المقاومة بيقولوا لها انذبح الشعب، مات الشعب، خلينا نرجع لهم الرهائن، خلينا نعتذر، خلينا كذا. طبعا هذول الناس الدول العربية، الأمن القومي العربي المستخدم الآن، وهذا أمر في غاية الخطورة، أن تجد أن مطار بن غوريون تحط به الطائرات العسكرية كلها محملة بالذخائر والأسلحة، وبينما معبر رفح محملة جميلي بصورة انقلاب هون والانقلاب هون على 10 شاحنات. هذا موقف العرب وموقف السلطة من عدم تشكيل حكومة طوارئ فلسطينية لتغطي غزة والضفة. طيب نعم، لابد من أخذ رأي المحلل العسكري الفلسطيني يوسف شرقاوي. أستاذ يوسف مرحبا بكم. الاحتلال ارتكب 25 مجزرة في القطاع خلال يوم واحد فقط، ولكن من الناحية العسكرية بماذا تفسر زيادة وتيرة قصف الاحتلال على قطاع غزة بكل هذه الهمجية والوحشية؟ فهذا يعني الجيش بيثبت انه هذا جيش قتل وليس جيش قتال. ما يعني كذلك بيثبت انه ليس لديه بنك اهداف في غزة، بل كل المدنيين، الاطفال والنساء والشيوخ ودور العبادة والمستشفيات، هذا هو بنك أهداف الاحتلال. أنا بقول يعني بعتقد أنه حان أو آن الأوان لما يسمى محور المقاومة وخاصة جبهة الشمال أن تلتفت إلى غزة التفات جدي. أما هذا العمل بالقطارة بعتقد رح في المستقبل لا سمح الله إذا يعني حدث انهزام للمقاومة، ولن يحدث بإذن الله، سوف تمكن إسرائيل من الانتصار نفسيا ومعنويا على الإنسان العربي. أنا بعتقد ما لا يوجد أي مبرر لعدم تفعيل وحدة الساحات، لأنه وحدة الساحات بالمفهوم العسكري حماية الساحة الأضعف أو الجبهة الأضعف. فلذلك يعني التهرب انه يعني من محور المقاومه من اسناد غزه، ويعني وتتحجج بان اذا ثبت التدخل الامريكي. نعم. يعني في اثبات اكثر من الطائرات اللي جسر الجوي بالاسلحه وبالمعدات الثقيله والحديثه لاسرائيل لاباده غزه. بعتقد هذه حجج واهيه. وبعتقد انه التاريخ سيحاسب هذا المحور ان لم يسند حاليا اليوم وقبل غد غزة. أنا في البداية قلت من أشهر لا يوجد محور مقاومة، توجد غزة فقط. غزة هي محور المقاومة. طيب دكتور رائد، الديباجة الأولى للميثاق المنشأ للأمم المتحدة يؤكد على حفظ السلم والأمن الدوليين، ولكن لماذا تغفل الولايات المتحدة وتغض الطرف عن دعوات دولية لوقف إطلاق النار وإحلال السلام؟ يعني الميثاق الأمم المتحدة هو إن وضع نتيجة الانتصار اللي صار للحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وهو يعكس موازين القوى في هذه الفترة، وما زالت أمريكا على يعني على رأس القوى الدولية وأضخمها. والميثاق هو يعني
إن عمل الميثاق على تحقيق المصالح الأمريكية فستحترمه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يعني ما شاهدناه طوال العقود الماضية والسنوات الماضية، إنه الأمم المتحدة هي أداة تستخدم من قبل القوى العظمى لتحقيق مصالحها السياسية. يعني هذا واضح من خلال كل قرارات مجلس الأمن، سواء من الجانب الروسي أو من الجانب الأمريكي أيضا. وبالتالي إحنا لا نتوقع كثيرا من الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن أن ينتصر للشعب الفلسطيني، طالما أن هناك في فيتو أمريكي وفيتو غربي في مجلس الأمن. ولكن أحيانا، وهذا اللي صار حقيقة من خلال صيغة القرار الأمريكي المقترحة، أنه ستستخدم أمريكا مجلس الأمن في قرار من أجل غطاء قانوني وشرعي للعمليات العسكرية الإسرائيلية والاعتداء على قطاع غزة. هذا ما تريد أمريكا، بدليل أنه صيغة القرار خلت من وقف لإطلاق النار، صيغة القرار خلت من أي مسألة لصالح القضية الفلسطينية ولصالح قطاع غزة. كل البنود التي ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية في القرار هي لصالح الإسرائيليين، سواء بعدم الدعوة لوقف إطلاق النار، وسواء من التأكيد على حق إسرائيل أو ما يسمى بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بل أكثر من ذلك طالبت الدول بعدم المساهمة في توسيع رقعة الصراع، طالبت وتطالب إيران بعدم تسليح أو تصدير أسلحة لأي جهات معينة. وأكثر من ذلك وأكثر وقاحة من ذلك، صيغة القرار تطالب بتسهيل حماية الذين يحاولون النجاة من الفلسطينيين، وهذا كان واضح أنه أمر ضمني لتسهيل تهجيرهم إلى سيناء. يعني الرؤية الإسرائيلية انعكست بشكل مطلق على صيغة القرار الأمريكي، وإحنا مش مستغربين، لأنه طول عمرها مجلس الأمن هو أداة من أدوات أمريكا في تحقيق المصالح الإسرائيلية في المنطقة. طيب أستاذ محمد، بإجماع الكل بأن المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها قد نجحت في حرف هدف الاحتلال من قصفه والذي جيشت وراءه يعني العالم الغربي، ولكن على المستوى السياسي ما المنتظر من المقاومة في هذا الشق في هذا الإطار؟ بكل وضوح احنا لدينا ازدواجية فلسطينية. نعم. الشق الأول منبثق من اتفاقية أوسلو والتي هي جسر التطبيع مع العرب، وكان آخر مقطورة في التطبيع السعودية، ومن ثم إنهاء أوسلو وإنهاء الدولة الفلسطينية وإنهاء هذا الملف، لأنه لا يريدون أي جسم عربي منتقل ويأتي من خلال إطار الشعب. هذا النوع الأول هو الذي يريدونه أن يحكم بإملاءات أمريكية وبشروط أمريكية، وهذا واضح في الضفة الغربية من خطة دايتون وغيرها وغيرها. طيب. ومؤخرا كان لدينا قمتي شرم الشيخ والعقبة، وللمعلومة أخطر ما مر على القضية الفلسطينية من بنود تطبق حرفيا هي قمتي شرم الشيخ والعقبة الأمنيتين الأخيرتين. طيب. سواء في محاربة مخيم جنين ونابلس، سواء في موضوع المسجد الأقصى والمستوطنين وصمت الرعاية الهاشمية عن الذي حدث في آخر شهرين، وكذلك ملف المصريين في التعامل مع الوساطة الجدية بدل أن تكون وساطة منطقية. المحور الثاني هو محور الشعب الفلسطيني والمقاومة، الذي يرى، وهذا بات واضحا، أن هناك خطة ضم تطبق في الضفة الغربية، وهناك مسجد أقصى تدريجيا يتم أخذه من الفلسطينيين، وهناك غزة المحاصرة، وكأنه غزة يجب أن تكون مخزنا للسلاح وحارس سلاح فقط، والضفة الغربية عليها أن تأكل من الدولار الأمريكي وتشرب وتنام. هذا ما أرادوه من هذه الفكرة. جاءت المقاومة وقالت الكلمة، وهم يقولونها بالمعادلة الواضحة، لن، وقالها محمد الضيف رئيس هيئة الأركان، وهذا لأول مرة يطرح في خطاب محمد الضيف، التنسيق وأجهزته انتهى. هذا يعني أن طوفان الأقصى هي طوفان السياسي وليس طوفان ميداني. طوفان ميداني خلص، دخلوا الشباب على المستوطنات وفرقة غزة عنه، ولكن الطوفان السياسي، وهذا مسؤولية كل فلسطيني وكل إنسان ينتبه لهذه القصة. إن لم يكن لدينا نتاج سياسي بعد هذا الطوفان في ملف الضفة الغربية والأقصى والأسرى وغزة، فهذا سيعيدنا إلى المربع الأول حتى ما قبل حصار غزة. إذن النظرة السياسية واضحة، هناك دول قوية ووازنة باتت في صف السياسة لدى المقاومة، وهناك قوانين دولية تكفل للفلسطينيين حقوقهم. بقي أن تكون هناك معنوية
وطول نفس، وهذا أعتقد أنهم يتمتعون به الآن وبقوة رغم القصف والدمار، إلا أنهم يتمتعون به. وهناك معادلة إقليمية ليست سهلة على إسرائيل كما كان سابقا. طيب أستاذ يوسف، يعني لو أخذنا تصريح للمتحدث باسم جيش الاحتلال يتحدث عن التمهيد للمرحلة الثانية من خطة الاحتلال العسكرية، ولكن من الناحية العسكرية البحتة، يعني أنتم كعسكريين كيف تتوقعون بعد سياسة الأرض المحروقة كيف سيمارس الاحتلال الإسرائيلي هجومه على غزة؟ شوف، يعني أنا ما برجح خطة الاجتياح العسكري البري لقطاع غزة. نعم. لأنه غزة مساحتها 365 كيلو متر مربع، بعتقد أنه يعني الغزيين سيقاتلوا على كل متر مربع قتال الأبطال، يعني قتال باستماتة. لذلك إسرائيل عندها يعني أسلوب واحد، اللي هي الضغط على المقاومة، معنويات المقاومة، بقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين. وعندما يقترح الاحتلال تجميع المدنيين في مناطق سهل إبادتهم، أعتقد هذه يعني واضحة للعالم أنه يعني الشعب الفلسطيني يعني سهل أمامنا، وإحنا فوق القانون الدولي، والدول اللي بتجتمع في القاهرة جميعها ضد غزة وضد المقاومة. لذلك في هناك يعني إسرائيل مدعومة حتى عربيا، النظام الرسمي العربي داعم إسرائيل. وللأسف يعني السلطة ما عم تلقط أنه هي حاليا بحاجة، هي بحاجة قبل غزة إلى إلغاء اتفاق أوسلو والتحلل من أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل، ويعني تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي ووحدة فلسطينية. لأنه يعني من يعتقد أن لا سمح الله حينما يخلص الاحتلال من غزة، ولن يخلص من غزة، لأنه يعني غزة مش بندقية ومش صاروخ، عفوا يعني المقاومة أصبحت مش بندقية ومش صاروخ، أصبحت يعني وعي. اللي بعتقد أنه راح يكون سالم في الضفة الغربية ولن يدفع إلى شرق الأردن بكون واهم. أنا بعتقد حاليا في يعني فرصة بيد السلطة اللي تعرف هي وين مكانها بالضبط، وين موجودة حاليا، وإذا بدها يعني حاليا يعني تقعد تتفزلك وتقول أنه أنا بدي أحمي الشعب الفلسطيني بحياء، يعني أنا بعتقد هذا كلام ما بيمشي على أحد. حاليا فرصة ذهبية للتنصل من أوسلو، لأنه جربنا يعني 30 عام المسار السياسي وفشل. حاليا مع يعني في معها ورقة قوية السلطة، حتى يعني في حال صمود غزة وانتصار غزة، وهذا أكيد، يعني السلطة بدون أوراق كيف بدها تفاوض؟ حتى لو بدها ترجع تفاوض السلطة الإسرائيليين بدون ما تكون مع غزة، بعتقد راح تكون محيدة، راح يطلع أطراف جديدة تفاوض إسرائيل. طيب دكتور رائد، اجتماع وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي اجتمعوا اليوم في بروكسل، وسبق اجتماعهم تصريح مهم لمنسق العلاقات الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل، استخدم مصطلح ضحايا للتعبير عن الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة. هل نفهم من هذا التصريح ومن هذا المصطلح هو مؤشر لتحول سياسة الاتحاد الأوروبي بجانب القضية الفلسطينية؟ يعني إذا نتتبع يعني تصريحات المسؤولين الأوروبيين منذ الطوفان، بداية الطوفان الأقصى حتى اليوم، والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة حتى اليوم، بنلاحظ أنه في تطور، بدناش نقول جوهري، ولكن في تطور ما بحدث على الخطاب السياسي الأوروبي، خاصة الأربع خمس أيام اللي مضت. الأوروبيين كان موقفهم شوي مع إسرائيل، وفهم بطريقة أنهم داعمين لإسرائيل في اعتداء على قطاع غزة، ولكن بعد المظاهرات والخروج للشوارع والإعلام ودور الإعلام في الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي، بعتقد صار في تغير نوعا ما في موضوع الخطاب السياسي الأوروبي،
وهذا برز من خلال خطاب المسؤول عن السياسة الخارجية الأوروبية. نعم. وحتى قبل تصريحه صار في تصريح من تعديل في الخطاب السياسي في بعض الدول، خاصة في التركيز على الجانب الإنساني، لدرجة أنه الاتحاد الأوروبي الآن أعتقد في هناك يوم الخميس في اجتماع عندهم كمان، متوقع منه أنه يدعو لوقف لإطلاق النار من أجل المساعدة الإنسانية. هلا هذا التغير في الموقف بعتقد كان يعني عدة أسباب وراء. أولا أنه في تحرك في الشارع الأوروبي، وكثير من الدول الأوروبية تحركت مظاهرات في الآلاف في أوروبا ضد هذا الموضوع. ثانيا بعتقد أنه كمان أنه الأوروبيين أكثر ناس سيتضرروا، وأقصد لقربهم الجغرافي من المنطقة. يعني هناك مؤشرات عديدة تؤشر على إمكانية اتساع الصراع إلى منطقة الشرق الأوسط عموما، وأنا بعتقد أنهم هم أكثر متضررين من هذا الاتساع، أكثر من أمريكا البعيدة جغرافيا عن المنطقة. فإذا الأوروبيين ما أدركوا بأسرع وقت ممكن أنه هذا الصراع هناك فرص، يعني أو ناش نقول فرص، هناك إمكانيات عديدة أو كبيرة جدا لاتساع الصراع أكثر في الشرق الأوسط، بعتقد راح يوقفوا ويغيروا من موقفهم بشكل جذري تجاه ما يحصل في قطاع غزة. أنا بتوقع أن الأوروبيين سيتطور خطابهم السياسي أكثر وأكثر من هون ليوم الخميس. أستاذ محمد، لا نبتعد كثيرا عن غزة، ننتقل إلى الضفة الغربية. هناك تزايد في وتيرة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ عملية طوفان الأقصى، وصلت الحصيلة حتى آخر 24 ساعة إلى 124 أسير. ما هدف هذه الحملات أستاذ محمد؟ الهدف الأمني وهو منع وقوع عمليات أو تفعيل شارع وتأثير في شارع ومسيرات، بالإضافة لذلك هدف استراتيجي سياسي لدى إسرائيل في فرض وقائع في معادلة تبادل الأسرى ومعادلات وإيقاف النار، وأن هناك أسرى لدينا عددهم كذا وأن لديكم عدد جنود كذا، وبالتالي تستخدم في معادلتين، وهم الآن يركزون في الاعتقالات على طريقة وحشية في التعامل وضرب مبرح وحتى إطلاق نار وقتل كما حدث اليوم في الجرزون في رام الله وغيرها في جنين ونابلس. لا يريدون أن يكون هناك صوت في الضفة الغربية، يرعبون أهل الداخل، يرعبون أهل القدس. وهناك حتى اللحظة، وهذه أعتبرها وأعتقد أنها حالة صمت مؤقتة في الداخل والقدس، لأنهم شعر الكل الفلسطيني الآن أن ما بعد غزة لن تكون لا ضفة غربية ولا قدس ولا داخل. وهذا مشروع إسرائيلي ليس جديدا، بل قال به قادة أمنيين وقادة سياسيين أنه ليس في قاموسنا شيء اسمه كيان الفلسطينيين، الكل الفلسطيني عسينا وعلى الأردن، وهذا يعلم لديهم في مناهجهم وفي برنامجهم. ودولة النيل للكرات هذه واضحة، كل هذه الإجراءات الآن الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل إن لم يكن مطبقا للمعادلة التي بنتها المقاومة في 7 من أكتوبر في نهضة كاملة وثورة كبرى واسمتها المقاومة يوم الثورة الكبرى، الكل سيدفع ثمن لأنه تأخر عن الموعد، وهذا سيكون مردوده سلبي. انظر إلى الإسرائيليين كيف أنهم، طبعا الإسرائيلي يستخدم الإعلام بشكل رهيب، 170 ألف مقاتل جاءوا من نيويورك وجاءوا من أوكرانيا، الإسرائيلي الذي هاجر جاء فورا ليقاتل وعملوا عليها بالبروباغندا، وفي نفس الوقت يطلقون معادلات أنه الفلسطيني يهاجر من الضفة ويهاجر من غزة ولا يريد هذه الأرض. هذا الموقف ماذا ترد عليه الجاليات الفلسطينية؟ ماذا ترد عليه السلطة الفلسطينية؟ ماذا يرد عليه الشارع الفلسطيني؟ هذه حرب نفسية إعلامية شرسة جدا تمارس كي يتم الضغط على المقاومة، ونحن نقولها أطراف عربية صادقت على هذه الصواريخ، صادقت على هذا. مشاهدينا ضيوفنا الكرام، سنذهب إلى فاصل قصير ولنا عودة بإذن الله تعالى. إذن مشاهدينا الكرام، مستمرون في تغطيتنا المباشرة من قناة الرافدين الفضائية، وأجدد الترحيب بالدكتور رائد بدوية والأستاذ محمد القيق والأستاذ يوسف شرقاوي. سأنتقل إلى الأستاذ يوسف شرقاوي، ولكن لابد من قراءة هذا المقتطف، حيث نفى الإعلامي المقرب من حزب الله اللبناني ناصر قنديل انتشار عناصر من الميليشيات الوافدة من العراق واليمن إلى جنوب لبنان، مؤكدا أن عددهم لا يتجاوز 7 أشخاص التقطوا صور على الحدود،
وتناولوا الطعام والحلويات ثم عادوا إلى بلدانهم. لنتابع ذلك بالصوت والصورة. أحمل مسؤولية أن أنفي نفياً قاطعاً صحة كل هذا الكلام. هذا خيالات رآها أحد في منامه. اللي إجوا من اليمنيين والعراقيين على لبنان بعتقد 7 أشخاص، 3 بـ4، طلعوا على الجنوب أكلوا مشاوي عند النابلسي، بالجنوب طلعوا من مسؤولين بالحزب على شو عم بصير على الجبهة، وهذا يمكن مرقوا عمليتا ورجعوا بالرجعة على النابلسي بصيدة أكلوا مشاوي وعلى المطار. إذن عددهم 7 أشخاص تناولوا المشاوي وتناولوا أيضا الحلوى ثم عادوا إلى بلدانهم. أستاذ يوسف، كيف تنظر من خلال هذا التصريح وهو إعلامي مقرب من ميليشيا حزب الله اللبناني، كيف تنظر إلى ما يسمى بقوة الممانعة؟ هل أدت دورا فعالا في معركة طوفان الأقصى أستاذ يوسف؟ شوف، أنا بتحفظ على ميليشيا، يعني خلينا نحترم. هي ميليشيات أستاذ يوسف، هي ميليشيات. أنا بتحفظ على كلمة ميليشيا. حالياً إحنا مستهدفين كل العرب. نعم. لكن أنا بقول إنه هذا محور أثبت إنه غير فاعل. طيب. إن لم يرتقي عمل هذا المحور بمستوى الدم الذي يراق في غزة، بعتقد هذا يعني المحور سقط إلى غير رجعة. يعني كيف يعني زعماء المحور بدهم يطلعوا يخطبوا وغزة لا سمح الله يعني تسقط أو غزة تباد أو المقاومة تهزم؟ ولن تهزم، غزة لن تهزم. لكن أنا بقول إنه يجب تفعيل هذا المحور قولا وعملا. يعني اللي وعد بوحدة الجبهات، بعتقد يعني إذا لم يوفي بوعده، يعني أستاذ يوسف، أستاذ يوسف يعني بيعرف شو معنى وعده وقف. أستاذ يوسف، يعني السلطات في إيران صدعت رؤوسنا بالمقاومة وكلنا شهداء للأقصى وتحيا فلسطين، أين دورها الآن أستاذ يوسف؟ إيران بيطلع منها مظاهرة في يوم القدس فقط، أكثر من هيك لا. طيب. أعتقد إيران النظام فاشل، أنا بعتقد إيران نظام فاشل. إيران يعني بدها تدافع عن القلعة من خارج القلعة، وبعتقد انه يعني اذا بتعتقد انه الدم الفلسطيني رخيص، يعني ارخص من دم اللبنانيين او دم الايرانيين، بعتقد هذه عنصريه وفوقيه. انا يعني لا اعول على النظام الايراني مطلقا، لا اعول، لكن حاليا احنا مش بحاجه نهاجم احد. يعني احنا حاليا يعني يجب ان ننقذ غزه، لانه جميع الاطراف يعني للاسف فلسطينيين. يعني ليش اللوم الايرانيين؟ ما دام فلسطينيين تخلوا عن غزه. طيب. عن عرب تخلوا عن غزه، فما بالك يعني بغير العرب. طيب دكتور رائد، نبقى في الاتحاد الاوروبي، ولكن يعني في هذا المفصل، الى اي مدى سيسعى الاتحاد الاوروبي تحت ضغط التظاهرات الشعبيه التي خرجت في اغلب دول الاتحاد لتبني مشروع وقف إطلاق النار بدلاً من أن تدعم قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ أنا بيز حكيت لك قبل شوي إنه موقف الاتحاد الأوروبي شوي خلال الأيام الماضية يعني تطور، ولكن للأسف الشديد إنه تطور هذا لم يصل إلى حد إنه يضغط على إسرائيل، لأنه ما زال الاتحاد الأوروبي أو كثير من دول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي ما زالت تتبنى الموقف الأمريكي أنه هناك يعني تهديد وجودي تقريبا. أنا من وجهة نظري أنه الأمريكا تحركت بهذه القوة وهذا الدعم لإسرائيل، وكذلك بعض الدول العربية تحركت لأنه شعروا في تهديد وجودي لهذا الكيان. وبالتالي طالما أنه هذا التهديد الوجودي مستمر على إسرائيل، أنا بعتقد أنه الاتحاد الأوروبي والدول الفاعلة فيه تحديدا القوية فيه ستبقى يعني داعمة لا 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 لإسرائيل، مش راح تمارس ضغوطات عليها، ولكن على القليل راح تتبنى موقف سياسي أو خطاب سياسي شوي معتدل فيما يتعلق في المدنيين والمساعدة المدنية. تنساش إنه برضو الاتحاد الأوروبي ما له موقف واحد، لأنه في هناك اختلاف في المواقف في الدول الأعضاء، وهذا اللي لمسناه برضو خلال الأيام الماضية. هناك دول برغم منها
بلشت تطالب بالمساعدات الإنسانية والهدنة الإنسانية في قطاع غزة، إلا أنه في دول أخرى ترى أنه هذا الأمر من الناحية الفعلية يستحيل تنفيذه، خاصة في ظل دعمها هذه الدول لما يسمى بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. أنا بعتقد أنه ما نرفع سقف توقعاتنا كثير من الاتحاد الأوروبي، بلاش يصير فينا خذلان يعني من الاتحاد الأوروبي، لا تتوقعش منه كثير، خاصة أنه في أمريكا في النص. يعني أمريكا بعتقد هي الدولة الوحيدة اللي قادرة إن أرادت وإن رغبت في ذلك أن تضغط على الإسرائيليين من أجل هدنة أو من أجل وقف عمليات العسكرية وما إلى ذلك. ولحتى اللحظة لا يوجد مؤشرات أمريكية تدلل على رغبة الإدارة الأمريكية في أي وقف للعمليات العسكرية، بل بالعكس مشروع قرارها في مجلس الأمن لا يطالب بذلك، بل بالعكس يطالب بغطاء قانوني وسياسي للاعتداءات والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. طيب أستاذ محمد القيق، أكثر من مسؤول في المقاومة طالب أهالي الضفة الغربية بالتحرك للتخفيف عن قطاع غزة، ما المتاح في سبيل ذلك؟ نعم، أيوة، هذا السؤال الآن، هذا السؤال المهم. يعني نعم. أهل الضفة، أهل القدس، أهل الداخل، وين دوركم؟ لماذا خذلتم غزة؟ لا نقول، لا نريد أن نخاطب من يقوم الآن بقصف الكورنيت دفاعا عن غزة في شمال فلسطين أن نقول أنه تخاذل، بينما وركزوا هون، يعني إحنا مشكلتنا كعرب عاطفيين كثير، بينما هون من 30 سنة و 40 سنة و 50 سنة أول بند من بنود جامعة الدول العربية في القاهرة، قاهرة المعز، القضية الفلسطينية خط أحمر والفلسطيني خط أحمر، كل هذا كذب، كل الذي يحدث كذب، الذي يطعن الفلسطيني في ظهره هي الدول العربية، الذي يضرب الفلسطيني يوميا ويموت الفلسطيني. أليس عيب على الجيش المصري أن يحملنا جميلة في 20 شاحنة بدخله؟ وبينما مبارح بقول اعتذر الجيش الإسرائيلي عن قذيفة أجت على البرج تبع مصر. نعم. هذه مصر، شو بدكم في إيران؟ أنت شو بدكم في إيران؟ شو بدكم في حزب الله؟ شو بدكم فيهم هذول؟ هذول قدموا ولا ما قدموا في النهاية يقولوا عنهم شيعة وكفرة وحطوا المعادلات اللي بدكم إياها. أنا تعالوا على العربي السني، حبيبي السني، وين هو السني العربي؟ وين جيشه؟ وين سلاحه؟ وين الإشي الضاغط عنده؟ وين الجيش الأردني اللي قاعد بمنع في الناس تدخل؟ والناس نفسها اللي مصدقة حالها ومسوية مسيرة وخلص رجعت روحت على الدار. المشهد لا يحتمل أن نقول سني وشيعي وأن نقول ميليشيا وأن نقول مقاومة وأن نقول، يجب أن نقول هناك مقاوم وهناك جاسوس، هناك متخاذل. الذي يطعني في ظهري الآن هي الأنظمة العربية، أما الذي يقوم بمساعدة وزيادة الخير خيرين، وقالتها قيادة المقاومة، قالت اللي بيساعدنا في المقاومة كثر الله خيره، أما إنه تطعم كمان مش بتساعدش ومش واقف على الحياد، وكمان بتحط في مؤامرات في شرم الشيخ والعقبة ضد الفلسطينيين، ولازلنا نغض الطرف عن عورتنا ونرمي غيرنا بالعورات، هذا مشهد مؤلم. لذلك الضفة الغربية خذلت، القدس خذلت، أهل الداخل خذلوا، لأن الإسرائيلي رهب وأرعب، لأن السلطة نزلت على الشوارع وصارت تضرب في الناس والناس خافت وانضبت، السلطة غير شرعية، محمود عباس غير منتخب، هذا الأمر الطبيعي إذا أردنا ألا نكون في النفاق السياسي. لذلك الكرة متدحرجة الآن، وأعتقد أن المقاومة ما ذهبت إلى 7 أكتوبر إلا وهي مدركة ما هي التداعيات وما هي الترتيبات، ولكن هذا الطوفان سيكون طوفان مواقف وسيكون بعدها طوفان سياسي، وهذا ما سنراه في الأيام والأسابيع القادمة. طيب أستاذ يوسف، كما تعرفون الاحتلال نفذ عملية توغل صغيرة مساء أمس، ولكن المقاومة تصدت لهذا التوغل، وهناك من يقول أن الهدف من هذه العملية، عملية التوغل الصغيرة، هو قياس جاهزية المقاومة، هل تتفق مع ذلك؟ صحيح، هذا استطلاع بالقوة، بعتقد أنه يعني فشلت فيه، هي يعني جس نبض أو يسمى في العسكر استطلاع بالقوة، بدهم يقيسوا مدى قوة النيران، مدى الجاهزية، مدى التنبه، يعني لاقوا المقاومة بالمرصاد. بعتقد يعني هي يعني تجربة صغيرة للدخول البري، وبعتقد أنه ممكن يكون درس لهم. يعني دكتور رائد،
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جاء إلى معبر رفح، ومن خلال هذا المعبر دخلت 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة. ولكن يعني كيف تنظر إلى موقف الأمم المتحدة من معركة طوفان الأقصى وهذه الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال الأمريكي، من قبل الاحتلال الإسرائيلي عفوا؟ نعم، بدناش ننسى يا أستاذ الكريم إنه السكرتير العام والأمين العام المتحدة حسب ميثاق المتحدة مالوش صلاحيات تنفيذية بموجب ميثاق المتحدة، اللي له صلاحيات تنفيذية هو مجلس الأمن. ولكن اللي أثار انتباهي إنه المفوض بالسياسة الخارجية الأوروبية يعني أعلن إنه سيبحث الاتحاد الأوروبي، سيبحث ولكنه لم يوافق، يعني لم يتخذ قرار، سيبحث في دعوة الأمين العام للأمم المتحدة في موضوع الهدنة أو الوقف العمل العسكري أو الهدنة لحين إدخال المساعدات وما إلى ذلك. أنا بعتقد إنه الأمم المتحدة هي يعني منظمة دولية عاجزة لما يكون في الصراع طرف من الدول العظمى، وبقصد في الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وطالما إنه إسرائيل ومن وراءها الولايات المتحدة الأمريكية، ستبقى الأمم المتحدة عاجز. هناك العشرات من القرارات اللي صدرت عن الجمعية العامة وعن غيرها من الأمم المتحدة، لم تستطع أي دولة أن تنفذ هذه القرارات طالما إنها كانت قرارات ضد الاحتلال الإسرائيلي. فأنا لا أعتقد ولا أتوقع إنه الأمم المتحدة ستكون قادرة على إحداث أي تغيير فيما يتعلق في الصراع الفلسطيني وفيما يتعلق حتى في المدنيين، إلا إذا رغبت وأرادت أمريكا بهذا الأمر. طيب أستاذ محمد، بحسب مصادر إعلام عبرية، كما تعرفون أن هناك توجه داخل حكومة الاحتلال بتأجيل العملية البرية على غزة، ولكن ما نتائج هذا التأجيل على الوضع السياسي في إسرائيل؟ هناك طبعا من يطالب بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو. ليس تأجيل، نتنياهو يحاول أن يضلل الساحة الدولية والإعلام من خلال بعض الدول القوية كما أمريكا، ويدرك جيدا أنه ليس لا يحمل خطة للاقتحام، لأنه أصلا خطة اقتحام غزة وكل التفاصيل فيها وشبكة العملاء على الأرض وشبكة الأنفاق والمعلومات كلها كانت في فرقة غزة. فرقة غزة حينما تم اقتحامها كل الفرقة بضباطها بجنرالاتها بأوراقها بحواسيبها صارت في يد المقاومة ويد القسام، وبالتالي فيش خطة. ولكن حتى يبقي على الحرب النفسية والإعلامية يقول أنني استجبت لأمريكا حتى أمنع البري، استجبت لأمريكا وأجلت البري، وهذا التأجيل منذ أسبوعين وأنا بقول لك إياه على الهواء مباشرة سيبقى يؤجل لأنه لن يستطيع أن يدخل بري، هو سيستخدم القصف. المتوقع القادم هو توسيع الضربة بحيث تكون حرب إقليمية، على الأرجح أن تصل إلى لبنان على أقل تقدير حتى يغطي على فشله، لأنه في الشارع الإسرائيلي خسر ورقة الجنود الأسرى والقتلى، خسر ورقة الرهائن التي حاول أن يتغطى ويختفي خلفها أمام المجتمع الدولي بأن هناك رهائن وهم جنود وضباط، والرهائن الأجنبيين تم إخراجهم ويخرجون من يد المقاومة، وهذا أمر إيجابي من المقاومة. أيضا هناك حالة فشل ذريع جدا في ملف اللاجئين الإسرائيليين اللي هربوا. والنقطة الأهم من هذا كله، ماذا بعد يا نتنياهو في ظل الصدمة التي تلقاها الجيش والمؤسسة الأمنية والشباك الذي لن يعود إلى الواجهة بقوة لسنوات طويلة؟ لذلك سيذهب إلى الأمام. أين الأمام؟ لن يكون بري، بل سيكون جبهة جديدة بقصف مؤلم ومؤذي، وهذا ما بات يمهد له للإعلام الدولي أننا سنسحق بيروت. هذا لا يستطيع إلا أن يعيد التاريخ وأن يسجل في التاريخ هذه الجبهات، متعددة الجبهات التي قالوا عنها، والضربة اللكمة القاضية وهي التمرين والتدريبات والمناورات التي قامتها الجيوش الأمريكية والإسرائيلية قبل شهرين من الآن، هي الآن ستطبق من خلال القصف العنيف الجوي حتى يتسنى لهم الضغط على المقاومة وتسليم غزة لسلطة أوسلو وإعادة معادلة الأنظمة العربية، مصر والأردن بحسب اتفاقية شرم الشيخ والعقبة. ولكن واضح أن الميدان والحاضنة الشعبية والمقاومة وتكتيكاتها وما هو تحت الطاولة واضح أنه كفيل بتعرية جديدة
للمشهد العسكري الأمريكي الإسرائيلي، وخاصة إذا حاول الذهاب إلى الأمام، وهي الفرصة الوحيدة له أن يذهب إلى حرب شاملة في المنطقة في الأيام القادمة. أستاذ يوسف، بحسب وكالة رويترز عن مصادر أمنية إسرائيلية تتحدث أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد مواجهة بشكل مباشر مع طهران، هل تجد في الأفق ما يشير إلى تحركات ربما في الأيام أو الأسابيع المقبلة أن تكون هناك حربا علنية واضحة ما بين إسرائيل وإيران؟ شوف، يعني الخلاص من غزة هاي مش بالسهولة طبعا، يعني بعتقد مثل ما قلت، يعني مثل ما أسلفت، إنه غزة لن تنتهي، لكن الوجبة القادمة ممكن تكون في لبنان، ممكن كمان الوجبة الثالثة تكون في 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 إيران، لأنه يعني إذا ظن حدا من محور ما كان يسمى محور المقاومة عنده 150 ألف صاروخ إنه بده يحمي نظام طهران فيهم، بعتقد هذا يعني صار من الماضي. وش المشروع الأمريكي والشرق الأوسط الجديد؟ لكن يعني الضربة جاي للبنان، بعدها جاي ضربة لإيران، لأنه لن تستطيع إسرائيل ضرب إيران بدون من الخلاص من غزة ومن جبهة لبنان. لكن لعل يعني الناس تصير تفهم، والناس تصير يعني تقول إنه أمريكا هي عدوة الشعوب، لكن لحد الآن يعني بعتقد يعني ما وصلناش لدرجة الوعي إنه نقول أمريكا هي عدوة الشعوب. طيب دكتور رائد، مشروع القرار الأمريكي دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع من تحتجزهم حركة حماس. طبعا من المتوقع أن حركة حماس سوف ترفض هذا الشرط، ولكن من في مجلس الأمن الدولي يمكن أن يتبنى موقفها بدقيقة لو تفضلتم في ذلك؟ لا، هو أنا حقيقة السؤال الجزء الأهم إنه من في مجلس الأمن سيوافق على المقترح الأمريكي. هو ما زال مقترح، وحتى اللحظة يعني الكل بتوقع عدم تمريره، خاصة إنه أمريكا رفضت واستخدمت الفيتو أمام مقترح البرازيلي، ومن قبله رفضت أيضا المقترح الروسي، والكل يتوقع أن روسيا اللي متوقع أنها تعمل الفيتو على القرار الأمريكي على أساس أنه قرار منحاز للرؤية الإسرائيلية. أنا لا أتوقع أنه هذا القرار الأمريكي سيمرر في مجلس الأمن، لأنه بشكل واضح وفاضح أيضا هو يتبنى الرؤية الإسرائيلية في كل أجزاء النزاع والصراع فيما يتعلق في الرهائن، أو سميهم فيما يتعلق في المحتجزين، فيما يتعلق في وقف إطلاق النار، فيما يتعلق في التهجير القسري. اللي ضمناً مبين في صيغة القرار. أنا بعتقد أنه القرار الأمريكي لن يمر من خلال مجلس الأمن. أستاذ محمد، بدقيقة، هذه الجهود التي تدافع بها المقاومة، ولكن هناك من يتهم المقاومة بالإرهاب من قبل الاحتلال وداعميه، كيف يمكن الرد على ذلك؟ تم الرد وانتهى الملف. نتنياهو نجح في الأيام الأولى في وصف حماس بداعش والشعب الفلسطيني يجب أن يموت، ولكن فورا والدعاية الإعلامية الغربية من النشطاء والجاليات كلها لعبت دورا قويا جدا، وهذا كان نتيجته النزول إلى الشوارع بعشرات الآلاف في بريطانيا، في فرنسا، في أمريكا، في كل الدول يقولون الحق للفلسطينيين ويجب إعطاء الفلسطيني حقهم. وبالتالي المقاومة وضعت القضية الفلسطينية على الطاولة بشكل كبير جدا. المقاومة الآن أزالت اللثام عن وجوه اللئام في تحديد موقف عربي واضح، وكلهم ما بين صامت خايف من أمريكا، ومنهم من يعمل تحت الطاولة ضد المقاومة والشعب الفلسطيني. ثالثا، تم تحييد الجبهة الأمريكية حتى اللحظة من خلال قصة الرهائن والإفراج عنهم وإبقائها في معادلتها الطبيعية. العدو الرئيسي هو الإسرائيلي، ويجب أن يعطينا الحق المكفول في الشوارع الدولية. ولذلك أنا أقول بكل وضوح، كان هناك كثير من التحييد لملفات حاول أن يستخدمها نتنياهو، وكان هناك كثير من الخطأ. أستاذ محمد، آسف، ربما شرفنا على انتهاء هذه التغطية، ولكن أنتقل أخيرا للأستاذ يوسف. أستاذ يوسف، بدقيقة لو تفضلتم، في ظل تواجد حاملات الطائرات الأمريكية، ما أثر توسيع دائرة الحرب على الاحتلال الإسرائيلي؟ بدقيقة لو تفضلتم.
يعني هذه حملة طائرات لا تخيف شعوب. نعم لا تخيف الشعوب، يعني انه جاهز للحرب. نعم. انه يشد حيله ويقوي معنوياته ويتدخل لصالح غزة. نعم. مشاهدينا الكرام، كان معنا عبر سكايب من نابلس استاذ القانون الدولي الدكتور رائد بدوية. استاذ رائد شكرا جزيلا لكم دكتور. وكان معنا عبر سكايب من الضفة الغربية الصحفي والمحلل السياسي محمد القيق، شكرا جزيلا استاذ محمد. وعبر سكايب ايضا من بيت لحم المحلل العسكري الفلسطيني يوسف شرقاوي، شكرا لكم استاذ يوسف. وشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.